فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها: أو علم ينتفع به. هل طباعة الكتب والرسائل العلمية تدخل في ذلك؟ نعم، ما ورثه العالم من طلاب بعده ينشرون العلم أو مؤلفات ألفها فهو يدخل في العلم الذي نشره. نعم. وكذلك حفظك الله يسأل عن الصدقة الجارية، هل المقصود بها الأوقاف فقط؟ الأوقاف نعم الجارية، أما الصدقة غير الجارية هذه ما تبقى إلا مرة واحدة، لكن المقصود اللي يستمر، الصدقة التي تستمر وهو الوقف. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.